يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من وصية للمواطنين والمقيمين في بلادنا من الذين يتساهلون بتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية ويتسببون بازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الناس؟ الحمد لله رب العالمين، وصيتي لهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم، وألا يكونوا سبباً في ضرر أنفسهم ولا في الإضرار بإخوانهم، لأن المتقرر في القواعد أن لا ضرر ولا ضرار، والمتقرر في القواعد أن الضرر يجب سده بقدر الإمكان، والمتقرر في القواعد أن كل طريق يفضي إلى المفسدة فإن الواجب سده. فالإنسان يجب أن يكون على نفسه بصيرة، وأن يكون متعاوناً وأن يكون متعاوناً مع إخوانه الأطباء ومع نظام الدولة في الحد من هذا الوباء بتطبيق تلك الاحترازات المهمة التي لم تفرضها الدولة إلا لعلمها بعظيم نتائجها وجميل عواقبها. فلا ينبغي الاستخفاف بمثل ذلك، ولا ينبغي الاستهتار فيه مطلقا من باب المحافظة على صحة الإنسان في خاصة نفسه، ومن باب المحافظة على صحة إخوانه. فينبغي أن يكون المجتمع واعياً لهذا المرض ولهذا الوباء، ومدافعاً بقدر الإمكان لضرره وسرعة انتشاره. فالاستخفاف والاستهتار بمثل هذه الاحتياطات والاحترازات مما يجعل الإنسان مضراً بنفسه ومضراً بغيره وموصلاً للشر للآخرين، فيكون ذا مفسدة متعدية، فيبوء بإثمه وإثم من تسبب في إضراره أو عطبه وإهلاكه. ومن مقاصد الشريعة حفظ الصحة أصالة وطريقا، فلا يجوز للإنسان إذا علم من نفسه أنه مريض بهذا الوباء أن يؤذي غيره أو أن يتعدى ضرره إلى غيره، بل عليه أن يحجر نفسه بنفسه وأن يحتاط ألا يتعدى مرضه غيره من الناس. فلا يجوز أن يخالط الأصحاء، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. ولا ينبغي له أن يخرج إلى المكان الوبائي إذا علم أو غلب على ظنه أنه مكان فيه شيء من هذه العدوى. ولا ينبغي أن يختلط بغيره الاختلاط الذي يضر به إلا بعد أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات التي تفرضها وزارة الصحة. فيا إخواني، هذا وباء خطير، وعواقبه تسمعون بها بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام من كثرة الموتى وكثرة من يصاب به وكثرة من وسرعة انتشاره. فعلينا أن نحتاط وأن نتقي الله في أنفسنا وفي من هم تحت أيدينا، وأن نتقي الله في إخواننا المسلمين. فيجب علينا أن نأخذ هذه الاحترازات، وإنما هي أيام قلائل حتى يحتوى هذا المرض بإذن الله وتقل ويقل انتشاره بالوعي والتوكل على الله عز وجل وكثرة دعاء الله عز وجل، وبأخذ هذه الاحتياطات التي تفرضها الدولة، وأن نبلغ عن كل من يستهتر أو نعلم أنه مصاب بشيء من هذا الداء من باب التعاون معه على ألا يكون سبباً في نشر هذا الوباء. فوصيتي للجميع أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبادروا بأخذ هذه الاحتياطات، وأن يربوا عليها أنفسهم، وأن يأمروا بها من تحت أيديهم، وأن يحسنوا رعاية هذه الاحتياطات والاحترازات، لعل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن المسلمين جميعا هذا الوباء عاجلا. هذه وصيتي للجميع، والله أعلم.